السلام عليكم. قالوا ليبيا خطرها تولي للإكس والبويفرد متاعها متعتوى. قالها لا ما تسيبنيش لاني مش حنسيبك. وولد خالتها المتخرج من برا حتى هو يبي. السلام عليكم يا أنتم يا سند الأمة يا عماد الوطن. أنتم قوة هذا الوطن. أنتم الوقود يا وقود. تشن حالكم زي ما أنتم شايفين. عوالة العرس متاع الانتخابات بدت والخطابة ليه ليه. وليبيا غر على من طردة وهي قلبها من يومها رايف يا ناري حتى يجوا كلهم عادي. ولكن خلاص زمن الريليشن شيب خلاص فات وراح. توا وقت الارتباط الرسمي. هاي زعمة بمنو مفروض ترتبط ليبيا. نبدو بالاول اللي قاعد يسب في البائسين اللي ما يبوش الشباب يتزوجوا واللي حيفتح صندوق منح الزواج من جديد. وقال انه بيزيد المنحة متاع الدراسة اضعافا اضعافا اضعاف. ويا بيبي غير انت قولي باهي وحنعطي صغارك قروض مش اللي خاطره يبني فوق حشمة ليه يبني. واللي يبي يتزوج يتزوج واللي ما عنده أرض نعطوه. تغير قولي باهي يا بيبي والورثة متاعك حنوزعها علينا بالتساوي. وقعد يفكر فيها. تتفكري من أول ما جاتك لما كنت صايخة؟ تتفكري من أول ما جاتك لما كنت جسم ميت هامد ديوري منبر؟ لما فلوسك كانت سايبة وصارت حاجة لي أسباب لست أعرفها. شباب ناض وبدأ يهتف الداخلية 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 تعب من أول هكي. وقال الدبيبة يا بيبي لكل من صغر عمك وخالك المشككين واللي ما يبونيش نترشح انت نبيك تردي عليهم وتقولي لهم رشحوه وتقولي لهم نبيه. هاللي ما يتحشموش اللي طعنوا في كنتنا وزيرتنا وقالوا انها حتفتح محل لكربي من جديد. ايه كان بيقول محل كان بيقول محل. وهدو يبوا يفتنوا بيناتنا يا بيبي. اصلا هو من هو صاحب المشكلة دي كلها وبدأ يلقح. ومن هو اللي حشانا في موضوع لوكربي وخلانا نخلصوا 10 مليار على اساس في ليبيا ما نصرفش الا 10 مليار. هاي منو وزادوا قريب قليلها ما توليش للإكس يا حبي ركزي يا حبيبي. وهذا اول خطابة. نمشوا للتاني الإكس ولد الإكس. وبعد طول غياب وبعد صورة كل كمش سنين وبعد الإشاعات والترهات والبوستات الدكتور قرر إنه يخش لليبيا من التركينة اللي توجع فيها وجهها من الجنوب وخشلها بدسكة الماضي ويا ماضي والالتزام ودسكة الشموخ اللي لينا سنين وهي توين. وفكرها في هديك الأيام يا سلام على اساس هديك الايام كانت جنة وفيها كعك. وكأنه كان يبي يقول لي ليبيا يا فرسنا اللي تعرفيه خير من اللي ما تعرفيش ونحن اهلها. انت مش كانوا بيناتنا حاجات باهيه يا بيبي ويا ما قمت بك يا بيبي كنت اقول عليك حلوه قبل ما يخش عليك الميك اب درست بيبي. وصراحه من اللي واضح ومن الصور شكلها ليبيا خطرها في الجنة لان الاكس ما كترش الدوه خشلها بطرحه الزنقه زنقه واللحيه وعارفكم تتعبوا مع اللحيه. وهم كلمتين خفاف انضافوا قريب ليبيا ناحيه المخطط ولبسه الصاده. حفتوري يسكتوا ابدا حفتوري يوخروا حفتوري يتراجعوا. حفتر نحى البدلة العسكرية وقنطلها ببدلة طليانية وركب الدسكة على الفصحى وبدأ يهدرز يا أيها البيبي أنت الآن تريدين من يساعدك في العبور إلى شط الأمان وتعالي وسوف أردك إلى مكانك الطبيعي وإلى العزة يا دولة يا عزيزة يا مقتدرة. سلام. وبعد مشكر هالبناس قال انا خلاص هالبشدوا فيا وقررت يا بيبي نجي ونتقدم لك رسمي ومش طمع في السلطة حشا وكلا مش انا اللي ندير هكي انا نبي نقودك للعزة والكرامة والازدهار يا بيبي. وقعد يقول لها يا ليبيا يا بيبي اسمعيني جاي الوقت هذا مش وقت وعود فاضية واللعب بالمشاعر والاحاسيس والعواطف وخطاب وانا توا نبيك تفكر بمنطق وبعقلك مش بقلبك باهيو. وبعد هذا كله قعد يقعد حتى هو وقال لها في المرحلة هذه سوف اقف جنبك واصطف من حولك
وحندافع على استقلالك وسيادتك وكرامتك وامنك. ولو وافقتي عليا قالها مرتين، نبي نبشرك ان دماغي لا يزال كرييتيف وفيها هلبة افكار ما تتمش، وعندي حاجات نقدر بيها نحقق لك كل احلامك، وانت يا ما فيك من كنوز يا هبرة يا حلوة انت يا كتكوتة. وقال ان حيهتم بموضوع المصالحة. ايه حفتر تخيل تو يا حفتر يا زسة، مش زمان لما سألوك بتترشح ولا لا قلت لهم لا لا، ايش انصار ولا جاك الحنين يا حنين؟ وهادو اول الخطاب يا بلاد، وما زال في الحلقات الجاية حيجون هلبة. عبدالله ناكر قالوا حتى هو نازل. وبما ان موضوع سيف دار دوشة مش عادية، خلي نمشي نشوف التروني لما سأل الشارع عشان قالوا له وين ولو لكم. فؤاد بالله يا فؤاد، كلمنا جماعة الانتاج، قصدي الناس تضحك علينا، كلمناهم مرة واثنين وثلاثة مفيش حد يرد علينا. المهم أهلين، شو الأخبار، شو نجوك في الحال؟ معاكم أحمد ترهوني اليوم من المكتب، وجينا سألنا الناس قلنا لهم شو رايكم في موضوع دخول سيف الاسلام للانتخابات الرئاسيه؟ انا مش موضوع انتخابات الحق، سواء انتخابات ولا هذا. شكرا. والله ما دابين احنا، قصدي يكون رئيس مليح وشد البلاد، وقصدي باش نستريح وما نبوش المواضيع نفس الاولى، جينا رئيس وصير فيها الهرد البلاد بيهردوها، نبو قصدي رئيس يكون شاد البلاد على صحه ومع الشعب وواقف معنا، وهذا هو. والله يا اخونا هو راه اهم شيء اللي يصلح للبلاد، اهم شيء يخدم البلاد، ضمير وقلب اهم شيء هذا. شو رايك في دخول سيف للانتخابات الرئاسيه؟ يا خير هذا. وهيك نكون تمينا الحلقه بتاع اليوم. وبالله يا فؤاد، بالله عليك كلمنا جماعه الانتاج، عيب والله عيب، مشط وكذا، كلمنا الواوي بحبحونا ماكله صنطب باي حاجه ناخذها. شكرا. بعد الانتخابات وقلت لك يا ابني البس كمامه، وهذا الدفعه الاولى. انتوا شن رايكم في اللي قاعد يصير، وشن رايكم في الكلام اللي سمعتوه؟ اكتبوا لي لطف تعليقات. تو اهم حاجه انه يصير منهم الانتخابات في وقته، فكل واحد منكم يا ريت يمشي يستلم بطاقة الانتخابية، واللي مش عارف وضعه يبعت لل 15015 وهم يردوا عليه. هيك قالوا، ويا ريت كل واحد فيكم يمشي ويشارك، حتى لو انت مش شايف اي من الوجوه يا تستاهل صوتك، معلش برا وقدم ورقتك فاضيه. واهم حاجه ركز يا حبيبي، اللي جي يقولك تعال بيع لي صوتك ولا بيع لي بطاقتك ب 2500 ولا ب 5000 فوته، ممكن الفلوسها ما يحلولك المشكله اللي انت تمر بيها توا، ولكن القدام سنين حاجه زي هذه حتاثر عليك انت وحتاثر علينا كلنا. فمليوم وجاي ما نبوش سياسه اخطى راسي وقص، لنا لينا سنين نستخدم في نفس السياسه وشوفوا وين رفعتنا. وحاجة مهمة تانية، ما نبوش سيناريو 2011 يتكرر من جديد، ما نبوش العائلات تتعارك في بعضهم، ما نبوش الخوت يفوتوا بعضهم على خاطر آراء سياسية، ما نبوش خطوبات تنفسخ، ما نبوش اطلاق. كان في حاجة تعلمناها، ان السياسيين كلهم بالجو اللي يديروا فيه وبالنعرة ويتعاركوا ويخلونا نتدابحوا ونتعاركوا ونخش في حروب، تجي دولة أجنبية تقعمزهم مع بعضهم في مقعد زي الصغيرين وتقولهم بوس بابا بوس عمو بوس بابا بوس عمو، ونقعدوا انا وياك وهم غادي. فياريت الفترة هذه تتناقشوا بهدوء، تتقبلوا افكاركم السياسية، ما تحاولوش تأثروا على حد ورايه، كل حد يصوت للي يبيه، واللي ما يبيش يصوت مرة تانية مد ورقتك فاضية، المهم امشي. لانك ما تمشيش حيكولسوا، ما تصوتش وانت مسجل حيكولسوا، انت مش مسجل ما تلقى روحك مسجل وحيكولسوا. انا اسف جدا، لان الحلقة هذه مفروض كنا نتكلم على موضوع الطلبة والاعتصام اللي صاير وتأخير الدراسة والحاجات اللي صارت اللي ضرت الطلبة، وسامحوني هلبة دوشة الانتخابات خشت وفي هلبة حاجات خشوا جديدة، واو الحمد لله داروا لكم قرار وبيردوا القراية. فلهذا لو انتم مازال لاقين الموضوع مهم وتبون يندوا عليه، اكتبوا لي لطف في التعليقات، وحاضر بإذن الله أو ما تتم الحوسة ندير لكم حلقة كاملة لكم انتم بس. وان شاء الله من هنا للحلقة الجاية كلنا نفهم وراسنا من رجلنا، والأمور تكون 100 100. وتمام. وكالعادة اللي تبوه يسمع كلام الحلقة من شنو بما فيهم الناس اللي دوينا عليه، احنا ما خافوا من حد. ومرة تانية البرنامج هواء راهو ماهوش كوميدي. السلام عليكم. Oh.